النهار عدى بتهدد مدة وننهض قدام الهدى. كم ليلة عدت علينا وكم نهار عدى بتهدد مدة وننهض قدام الهدى. كم شمس مرت علينا وكم قمر مر والقلب صابر على قهر وعلى مر. يا عابر الظهر عيش وتصدى وتحدى. وكم ليلة عدت علينا كم ليلة عدت علينا وكم نهار. لو حد ليوناردو دافنشي والبابلو بيكاسو والفان جوخ لو ايه كلها لوحات سنيه. طبعا انت عارفه الثروه دي لوحدها تطلع بكام، ده غير السجاجيد والفازات، حاجات ايه ما اقولكيش. بجد يا نورما احنا كان عندنا حاجات زي دي زي دي؟ قول زي دي وقدها 10 مرات كمان. هي قالت لي كده برضو. طبعا يا نورما انت فاكره الحاجات دي كويس. بيان سور. خلاص اكتبيها بالتفصيل في الطلب اللي قالك عليه السكرتير ده، يمكن نعرف هي راحت فين بالظبط. انت عارفه نورمال الحاجات دي لو رجعت لنا هنبقى مليونيرات في غمضه عين، مش هنبقى محتاجين لاي حاجه تانية. ايه انت مش ناويه تكتبيها ولا ايه؟ مش لو انا نفسي رحت المعاد. انت مش هتروحي؟ لسه ما قررتش. نورمال اتجننتي ولا ايه؟ طاهر هي ايه الحكايه، انت بتتكلمي بجد ولا ايه؟ انا هدخل اقرا شويه وبعدين انام. شو بتغير يا سعاده الباشا؟ امال ليه انا؟ ان شاء الله تعيش لي يا رب. وخلي ده كمان. ايه ده يا سعادة الباشا؟ شوفيه بنفسك. فتحتيه؟ ليه بس كده يا سعادة الباشا؟ ايه يا بت؟ ما بتلبسيش ملابس داخلية ولا ايه؟ اه من سعادتك انت. وخلي ده كمان. الله ده شكله حلو قوي. يعني عجبك؟ ده يجنن، لبس هواني وانا كنت احلم. مقاسك؟ طبعا مقاسي. كده ما يبانش. لا باين. هي يعني الواحده ما تعرفش مقاسها؟
لا ما تعرفوش الا لما تقيس. خلاص هبقى قيسه. كلهم؟ اه طبعا كله. طب يلا دلوقتي. بعدين معاك بقى يا سعادة الباشا، ما تكسفنيش. ايه وانا بقول لك هنا؟ انا بقول لك دلوقتي. ما شاء الله، ما كان لسه بدري يا سعادة البيت. جاي لي بعد نص الليل بسلامتك. اعمل ايه؟ مش على بال ما خلصت شغلي؟ ايه ده؟ في عندك شغل تاني اهم من ده؟ يمكن مش اهم بس عندي. دولارتك ايه؟ ايه؟ انت واخد الدولارات دي من امتى من المعلم نوير؟ الصبح. ومخليها معاك من الصبح لحد دلوقتي؟ ويا جمالها ايه؟ نقصت؟ عدها. انا على خاطر، على قلق يا حمار. بس من غير اهانه. تعلي صوتك عليها ولا ايه؟ عامل لك ايه؟ ما انت طهقتني. قايل لك صواب العشره شمع، ويا ريت عاجب. الا اهانه وقله قيمه، لا حمد ولا شكرانيه. وايه كمان؟ قول ولا كمل كمل. انا لو اشتغلت معاك هيبقى لي شرط. هيبقى لك شرط؟ انا كل يوم اكل واشرب على مزاجي، واذا كان عاجب. اللغوه دي مش هي يا ابن حليمه. انت شفت لك شوفه تانية ولا ايه؟ والله كل واحد حر. وانا قلت لك اللي عندي، وما بين البايع والشاري يفتح الله. وانا قلت افتح الله. وانا قلت بارك يا جامع. كويس انها جت من عندك، فلوسك عندك اهي بالاذن. استنى يا مصطفى. مين؟ ده وش فقر انا عارفه كويس. وعارف كمان مين اللي عوجه كده. مش هتلاقي حد غيره تأمينه، ولا هتقدر تستغنى عنه، ولا انا كمان. ده عيني على بنتي. طب روحي بقى. روحي وراه ابن الرافضي ده، شوفي ايه اللي عوجه بالشكل ده. مصطفى استنى بس يا مصطفى. ايه عايزه ايه؟ انا مش عايزاك تمشي وانت زعلان من فتيح. ده على صالحك عليه. انا لا عايز اشوفه ولا عايز اجي هنا تاني. وطري اللي يفك من قفص يرجع له تاني. انا ما صدقت يا ست عديله، ما صدقت بصراحه. ربنا انا كنت بتلكك وجاي ونويها. كان باين برضو من الكلام. اكيد بقى انت مرتب نفسك على تقيل. شايفه كده يعني؟ امال يعني هتعملها ازاي؟ هو بنعافر في الدنيا استعديلة، ربنا يكتبها لك. اشوف وشك بخير. استنى يا مصطفى. طب بعيد فتيحة والبعد عنه غنيمة، انما انا هشوفك ازاي؟ هو مصير الحي هيتلاقى برضه. لا الله يخليك يا مصطفى، ده انت الخيط الوحيد اللي بيربطني ببنتي وبتجيب لي اخبارها. انت عايز تعرف اخبارها ليه؟ انت مش شفتيها وخلاص؟ يوه يا مصطفى، انت اتجننت؟ ست عديلة انا عايزك تطمني. هي بخير. فابعدي عنها بقى عشان ما تعكريش حياتها. انا مش بقول لك كده عشان اضايقك ست عديله، انا بقول لك عشان انا شايف بعيني ان ابوها بيرتب لها في مصلحه. بيرتب لها ايه؟ بيرتب لها في جوازها على تقيل، تقيل قوي. ولو ربنا بيحبها بقى يوقع لها الصيت في الشبكه. انت بتقول ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. وانا بتكلم لو اندي. وانت عرفت الحاجات دي منين؟ في حاجه تخفى على مدرش في الحاره المدعوقه دي؟ ومع ذلك انا شفت بعيني ما حدش قال. شفت ايه؟ اوه انا مش مأذون اقول لك. مصطفى الله يخليك. ست عديله الله يخليك انت. حل على البنيه. لو انت فعلا بتحبيها ورايداها خير خصوصي الايام دي. حاضر حاضر. طب الجدع اللي شفناه مع عهدك النهار، جدع ايه بقى؟ هيروح فين ده؟ اي نعم، هو عواد مجدع الموجة علي عليه قوي المره دي. عايز تقول العريس اللي جابوه لها ابوها غني؟ عريس؟ انا قلت عريس؟ لا ما انت قلت ايه يا مصطفى؟ انا قلت ان ابوها رامي شبك على صيد ممكن، والصيد ده ممكن يطلع عريس. لكن زي ما تقولي كده لسه اخضر ما استواش. انا مش فاهمه حاجه يا مصطفى. اوه بالاذن انا بقى. استنى بس يا مصطفى، قول الله يخليك. اقول ايه؟ ما انا قلت لك ابوها راسم على جدع عليوي قوي، تحتكم على مال قد ما تحتكم على عدد شعر راسك. عجوز يعني؟ عجوز ايه؟ ده صغار واصغر من سيد حسين وتلميذ في الجامعه كمان. بتحبه؟ لا بتحبه ايه بقى؟ هي بتحب سيد حسين العامل المجدع، انا شفت بعينك. عايزاني انا بقى في اي حاجه تاني؟ لا. طب بالاذن انا بقى، سلام. استنى يا مصطفى، هشوفك ازاي؟ لا انا هغلب ولا انت هتغلب. قالك ايه؟ ما ترد. ها خلاص مصطفى تنسى خالص. يعني ايه يا نسادي؟ يعني خلاص على قوله، طير وفك من قفصه. بالسهل كده؟ ده انا اللي ربيته وعرفته سكك المكسب. بس ما عرفتش تملكه ولا احسنت معاملته وعلمته طبعك. اشرب بقى. ايه يا عديله؟
ده نفتيحه فتيحه ضبش. وتقدر له على ايه يا فتيحه يا ضبش؟ لا ناخد روحه بسبعين لول. ما بياخدش الروح الا اللي خلقها. طب ابقي شوفي بس نعرف الاول مين اللي وراه ومين اللي عصاه وجرأه عليا بالشكل ده. ده ما كانش يقدر يفتح فيا، ما كانش يقدر يرفع عينه قصادي. الليله دي بيرد عليا كلمه بكلمه ويتشرط كمان. والله يا عالي يا ابن حليمه بس انا اعرف اعرف مين اللي وراك. ويا انا انت يا ابن حليمه بتبص في ساعتك ليه؟ ده لسه فاضل ساعه على المحاضره. ياه ساعه بحالها كتير قوي. بالعكس دي هتمر كانها دي. على فكرة الظاهر ان الكذب محتاج تمرين، واللي مش متعود عليه بيبقى خيبة قوي فيه. انا النهاردة الصبح لما بابا سألني انتي نازلة بدري كده ليه، حسيت ان الدنيا لفت بي. وصدقني يا عادل مش فاكرة حتى انا رديت عليه قلت له ايه. بيتهيالي انه ما صدقش الكلام اللي انا قلته له. عارف يا عادل انا ساعات بحس ان بابا بيحس بالناس وبيعرف هما بيفكروا في ايه من غير ما يتكلموا. الظاهر برضو ان شغل الواحد بينعكس على شخصيته وعلى خبرته. عادل انا هفضل اتكلم كتير كده وانت ساكت؟ يا ريت. يا ريت ايه؟ يا ريت تفضلي تتكلمي كده وانا افضل سامع. يا سلام. ليه بقى؟ اصل انا بصراحه محتار، ما ببقاش عارف فين مواطن الجمال فيكي وانت بتتكلمي. في صوتك، في لهجتك، ولا في ابتسامتك، ولا يمكن في طريقه كلامك، ولا كل ده على بعضه. عادل لو سمحت بلاش الكلام ده عشان انا بتكسف. بتكسف فعلا. ودي برضو انا اناني جدا، لانك لما بتتكسفي انا بشوف فيكي نوع تاني من الجمال. وبرضو انت بتضحكي. خلاص انا ولا هتكلم ولا هتكسف ولا هضحك، هسكت خالص. بس ساعتها بقى مش هتبقي بشر زينا، هتبقي ملاك كمان. طبعا هل الملايكة بتتكلم زينا ولا بتتكسف ولا بتضحك؟ ما اعتقدش. دي قمر قلبي وضياء عيني، نورها صحاني وعيشني. دي قمر قلبي وضياء عيني، نورها صحاني وعيشني. نفسي أخدها بين دراعيني بس شيء مش عارفه حايشني، بس شيء مش عارفه حايشني. بيت العز يا بيتنا. مصطفى. ايوه يا سفير الفندم. كويس ان انا لحقت. خير؟ انا يعني كنت عايز اعتذر لك يعني عن اللي صدر مني في حقك امبارح. هو ايه ده اللي صدر منك؟ يعني انني كده زقيتك كده وانت جاي طالبني بالاجر. لا ولا يهمك، ما انا عذرك برضه. المهم انت قلت ايه للراجل اللي اسمه عصمت بيه ده؟ قلت له ايه في ايه؟ يعني انني ما دفعتش ايجار الاوضه وكده. لا ولا حاجه. طب هو قال لك ايه؟ برضه ولا حاجه. مش فاهم يا مصطفى. لا ما خلاص، انت دفعت الاجره. دفعتها؟ يا بخت يا عم، الاكابر يكونوا اصحابه. وضح كلامك يا مصطفى انا مش فاهم. مش بيقولوا يا بخت ان كان النقيب خاله، قصدي صاحبه. برضه مش فاهم. يعني صاحبك دفع لك. صاحب مين؟ عادل باشا. وتدفع لي ايه يا اخويا وبتاع ايه؟ حسنه وبجد حسنه، اني طلبتها منك؟ يعني انا الحق عليا ان انا ما استحملتش ان حد يطالبك؟ ما استحملتش ولا هي منظره وبتتمنظر؟ منظره ايه يا ابني بس؟ وانا هتمنظر بالمبلغ الهايف بتاع ايجار اوضتك ده؟ المبلغ الهايف اللي انت بتتكلم عليه ده يعيش به واحد زي حالتي اسبوع. عاوز تثبت لنفسك ايه؟ انك غني؟ ما احنا عارفين يا اخويا انك غني ومعاك فلوس. عمرها ما كب الفقر والغنى. فقر وغنى ايه بس يا ابني؟ واثبت لمين؟ لصفيه. صفيه؟ ما انت عاوز تكوش على كله. لا ده انت اتجننت رسمي بقى. ايوه يا اخويا انا اتجننت. امال انت كل يوم عند عصمت بيه لغايه ليه؟ صاحبي يا اخي. صاحبك اسم الله يا صاحبك يا اخويا. ده انت ضميرك وحش قوي، انت من جواك بقى اسود. خلاص يا اخويا،
خلاص لو الفلوس اللي انا دفعتها لك تعبك قوي هاتها. ايوه اهو ده اللي انت عايز توصل له، عايز تصغرني قدام نفسي زي ما صغرتني قدام الناس. شوف يا فريده انا مش هزعل منك لاني مقدر حالتك كويس، لكن اقسم بالله انا عملت اللي عملته ده عشان اجنبك الحرم. قلت لنفسي ان احنا اصحاب ومفيش فرق ما بيننا، ومش هقول لك يا سيدي ما ترديليش الفلوس عشان ما تزعلش، لكن يبقى ردها لما يبقى معاك فلوس. ولا هو قرع ونوزي بطل عقد بقى؟ انت بقى اللي بطل تقل دم كانت داهيه فيك وفي فلوسك. اقول لك ايه؟ ما تجيب باريزه. ايه اللي معادك كده؟ توك ما جيت يا معلم نويرك؟ ايه؟ ناموس ايدك كحلي ولا ايه؟ في حاجه حصلت الشهر بره وبعيد. متبقاش مرعوش كده، هيحصل ايه غير السعد والهنا؟ الله يخرب بيتك وقعت قلبي، امال ايه اللي كان معادك كده؟ ما قلت لك السعد والهنا. مش فاهم. انت لحقت تنسى؟ الله، الحكايه بجد بقى. يعني مصطفى هيهزر معاك ولا ايه؟ هو قوام كده؟ حلاوتها في حموتها، بس الجدعانه بقى انك انت تشد معايا في الشغل. وماله؟ نشد معاك في الشغل. معاك كام؟ صبرك بالله، انا ليا شروط الاول. كمان ليك بشروط يا مصطفى يا حليم. من غير هزار ولا تريقه، عشان نبتدي الشغل على ميه بيضة. واجب، وانا من ايدك دي لايدك دي، ومن غير تريقه. معاك كام بالصلاه على النبي؟ مش لما تسمع شروطي الاول طيب؟ ايه شروط يا مصطفى يا حليمه؟ اول هام الابعد اللي بالي بالك ما يعلمش بالشغل اللي بينا. ليه؟ هو مش معانا؟ لا مش معانا، وانا قايل لك قبل كده. تاني حاجه بقى تخليك كده كويس وابن حلال، وما تسالش الفلوس دي جايه منين. ده شرط التاني. اقول لك يا مصطفى انا مش ناقص لبش، كفايه اللبش اللي احنا فيه اساسا. والله العظيم ما في لبش. وبتخبي ليه؟ وانت عايز تعرف ليه؟ الشغل اسرار. ايوه اسرار اللي براه، لكن احنا جواه. لا انت فاهم غلط، انت مش جواه ولا حاجه، انت حالله بايع وانا شاري. ماشي، في حاجه تاني؟ اه، ما انا مش هفضل كده كل يوم اجي اطلع على القطعه السوداء دي. تعمل حسابك كده تيجي بدري وتخلصني. الرزق يحب البكور، مش تفضل بقى تحشش طول الليل وتصرف الفلوس اللي كسبتها في النهار. لا ما ينفعش، الشغل ده ما ينفعنيش. الله الله الله، انت كمان جاي تعلمني الادب ولا ايه؟ والله انا قلت لك انت بايع وانا شاري، ما بين الشاري والبايع يفتح الله. ماشي يا معلم، خلصت؟ خلاص. بالصلاه على النبي، معاك كام؟ جوز بكاوي مصر. حلاوتك ده الفتوح بس كمان. حياتك يا نويره اللي خليك تغير في اليوم 10 و20 و100 باكو. اخرب عقلك، بس انت سد معايا بقى واصحى بدري. سداد واللي خلقك. طب امسك بقى يا حسب الله، عد دول. سهلنا الله يخرب بيتك، لعيب دوم هنا في الديره لا نتنشى عين. ها ايه رايك يما؟ بس ما ده مش لبسه هواني. انا مش قلتلك؟ لا ولسه. ايه مالك يما ساكته ليه؟ هقول ايه؟ كلامي مش هيعجبك بعد ده كله يما. تعالي شوف الفستان، بصي جايب لي ايه كمان. ايه رايك؟ بصي جايب لي ايه كمان. جاي ولا بلاش ده؟ هات يا بنت هات. ايه دي يا دي العيب، هي حصلت. ست مادية هاني، انت عاجباكي عمايل بنتك دي؟ عمايل ايه يا ست هانم؟ كفر لها الشر. مش عارفة ولا هتستعبطي انت التانية؟ لا عارفة يا ست هانم، ومش عاجبني ابدا. انا احب كلام العقل ده كده، مش هتتعبيني. انا تحت امرك. انا لا هامرك ولا حاجة، انا بس هسألك سؤال واحد. لما الواحدة تشوف بنتها بتلعب بالنار وبتصرف تصرفات مش عاجباها، تقعد كده ساكتة تتفرج عليها؟ معلش يا ست هانم، اصل انا مش قادرة على البنت دي خالص. طب ايه؟ هنسيبها كده؟ والله العظيم انا نصحتها بدل المرة 10. وبعدين؟ ما انت عارفة يا ست هانم. يعني اتصرف انا بقى معاها؟ ابوس ايدك يا ست هانم. كويس انك عارفة ان انا لما اتصرف ممكن اعمل ايه. عارفة يا ست، بس برضو احب افكرك. فاكرة صبرية عنتر بنت خالتك واللي جرالها زمان؟ ودي حاجة تتنسى يا ست هانم؟ فاكرة؟ الحمد لله انك فاكرة. انا كنت ممكن اتصرف التصرف اللي انت عارفاه من غير ما اتكلم معاكي، وهو عمي العمدة راضي به موجود ورجالته موجودين، بس انا قلت اخلص ذمتي منك الاول وخليها تيجي منك عشان ما يبقاش فيها اذيه. انتوا برضو ختمتونا عمر. ان شاء الله تعيش يا ست هانم، بس دبريني اعمل ايه؟ مادام بتشاوريني اقولك. انت تأمريني وانا هنفذ. جوزيها، عريسها عندي والمصاريف عليا، وهياخدها ويسافر بيها على مصر.
هو مين ده؟ أوراني. الواد أوراني بتاعنا ده؟ ايه مش قد الماء؟ هي هترضى يا ست؟ ما انا بكلمك في ايه من الصبح؟ مش عشان تعقليها وتحطلها عقلها في راسها؟ والله يا ست هانم زي ما قلت لحضرتك كده، انا لساني داب وانا بوعيها. عموما احكي لها حكاية بنت خالتك صبرية عنتر واللي جرالها وما رضيتش، ذنبها على جنبها يا ست هانم. خلاص الكلام انتهى لحد هنا. وعلى فكرة الكلام اللي دار بيننا ده لو طلع بره، وخصوصا للباشا اللي جرى مع صبرية عنتر بنت خالتك، مش هيجري مع بنتك وبس، لا هو معاك انت كمان. انت قلت لها كده؟ عليا النعمة انت مجنونة. مجنونة ليه بقى؟ لانك مش عايزة تعرفي ان الدنيا اتغيرت، وان لا احنا ولا هم زي زمان. هو انت كنت شفتني جبت كرباج وضربتها بيه؟ انا بس كنت بخوفها. وتجيبي اسمي في الموضوع ليه؟ انت ناسية ان انا عمدة رسمي، وان اي شكوى فيا كده ولا كده. خايف يا عمي. يا مجدية يا بنت اخويا، احنا ما صدقنا ان النظر اتحول عننا، نقوم نفكرهم بينا بسفاهتنا وقلة عقلنا. يا خسارة الشعراوية. طب بلاش دي، افرضي ان البت قالت للباشا يبقى زي الحال، وتفرضي ليه؟ ده اكيد هتقوله ده لمجرد انه شك انك حطاها في دماغك بتقول انه زلك وخلاك تنزلي تجيبي لها هدوم، فما بال بقى لو عرف اللي انت قلت له امها. مش هتقول. عليا النعمة هتقوله، ويا عالم بقى عنده هيخليه يعمل ايه. وانا نبهتك، لكن تسمعي كلامي ازاي قبل ما تخليني اضطر اتويها هي امها، وتبقى الحكايه علني وترسي على تأبيده ولا اعدام. ايه ده نور؟ انت لسه قاعده ما قمتيش؟ امال عايزني اعمل ايه؟ اقوم ارقص مثلا؟ يا بنتي انت مش عندك ميعاد مع اللي اسمه جلال عارف ده؟ نور ما انت مش ناويه تروحي بجد ولا ايه؟ امال فاكرني بهزر؟ ليه يا نور؟ احنا ما صدقنا نلاقي شعاع امل نمشي وراه. طاهر ممكن ما تتدخلش في اللي مالكش فيه؟ ماليش فيه. امال مين اللي فيه ان شاء الله؟ يا ابني ما تبقاش نايف كده، صدقني اللي انا بعمله ده هو الصح. بتعملي ايه؟ ما انت قاعده وما بتعمليش اي حاجه. ما قعدتي دي بقى هي الصح، صدقني. انت متخيله ان الناس دول هيجوا يقولوا لنا يا جماعه لو سمحتوا تعالوا خدوا حقكم؟ جايز ليه لا؟ انت بتتريقي؟ معاكي حق. ما انت ما شفتيش اللي انا شفته عند طنط دول. اللي شفته ده انا عارفاه، وعارفه اللي اكتر منه واللي انت ما تعرفوش. طب امال في ايه بقى؟ يقع عليك بقى يا طاهر. طب بلاش دي، انتي ما فكرتيش انك تضيعي معاد زي مع اللي اسمه جلال عارف ده ممكن يعمل فينا ايه؟ هيعمل ايه؟ ده جلال عارف يا نورما. طاهر هو انت متصور انك احرص مني على تخليص الموضوع ده ولا ايه؟ ما هو ده اللي غيظني. طب خليك متغاظ بقى، بحب شكلك جدا وانت متغاظ. ده الساعه عدت 12، انت مش كنت قلت يا بهجت اني في معاد الساعه 12 مع مش فاكر مين كده؟ الأنيسة نرمين عزيز سر يا فندم. ودي ايه؟ لسه ما جاتش؟ لا يا فندم. ولا اعتذرت؟ لا يا فندم. يا فندم دي ناس ما تعرفش الالتزام، وبيقولوا ولاد بشوات بيعرفوا في الاتيكيت والبروتوكول. هو انت يعني كنت اكدت لها الميعاد؟ طبعا يا فندم، انا كلمتها في المكتب هنا قدام سيادتك. الوقت المخصص ليها كان قد ايه؟ نص ساعه يا فندم. يا فندم دي ناس لسه عايشه في اوهام الماضي، مش قادرين يتعايشوا ويتاقلموا مع الواقع. يا فندم هي اللي محتاجانا، هي اللي خسران، احنا لازم ناخذها على الاستهتار ده يا فندم. بهجت بقول لك ايه، امشي دلوقتي. حاضر يا فندم. ادخل رئيس المؤسسه اللي ميعاده بعد ميعادها يا فندم؟ لا لا لا، ده اذا دخلته تدخله بعد ما تجيب لي القهوة وبعد ما اشربها. حاضر يا فندم. انت بتتكلم عن مين يا حسين؟ عن حد معانا هنا في المنظمة؟ ايوه يا فندم، دارس واسمه فريد احمد البيالي، طالب في كلية الحقوق وظروفه صعبة قوي. طب وانت عرفت منين؟ اصله جاري. اه طب وايه المطلوب؟ يعني يا فندم لو نقدر نوفر له اي وسيله مساعده يبقى جزاك الله كل خير.
ايوه بس ازاي هنساعدنا؟ يعني لو في بند في المصروفات السريه يعني يسمح ممكن. يا حسيني المصروفات السريه ما اتعملتش عشان الصرف على المحتاجين، دي ليها بنود محدده للصرف عليها. طب وايه العمل؟ الولد ده يعني محل ثقتك؟ اعتقد كده. على ضمانتك؟ على ضمانتي. بعتهولي يا سيدي وانا هشوف له اي طريقه. متشكر يا فندم. عشان خاطرك انت بس يا حسين. ادخل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا دكتور عصام، اتفضل. ازيك يا اخ حسين؟ اهلا بيك يا دكتور. بعد اذن سيادتك انا فندم عشان محاضرتي بعد محاضره الدكتور عصام على طول. لا استنى يا حسيني، انا عايزك تسمع الكلام اللي هقوله للدكتور عصام. اقعد اقعد. خير دكتور عصام، انا عايز الفت انتباهك انك بتحاضر في منظمه للشباب، منظمه اشتراكيه لها اهداف وفكر محدد. هو في ملاحظات على محاضراتي يا فندم؟ والله بقى انت ادرى. فهمت. شوف حضرتك، انا علشان اشرح الفكر الاشتراكي لازم اتعرض للافكار السياسيه المضاده. الكلام ده في الجامعه مش هنا يا دكتور. انت هتفرض عليا وصايه فكر يا اخ حسيني. العفو يا دكتور، هي مش وصايه انما وجهه نظر، واظن ان احنا اتناقشنا في وجهه النظر دي اول ما سيادتك جيت هنا. مناقشه لكن تعليمات لا. لا تعليمات يا دكتور عصام. لما توصل في محاضراتك لترديد انتقادات للرجعيه في الفكر التقدمي تبقى تجاوز وخطر على اهداف المنظمه. في الحاله دي انا لازم اتدخل. الانتقادات دي مش من عندي يا فندم، دي انتقادات علميه. تقصد دعائيه يا دكتور؟ من فضلك يا اخ حسين. اخ حسيني اتفضل انت على محاضرتك. تحت امرك يا فندم. دكتور عصام، يا ريت نلتزم بالبرامج والاهداف المتفق عليها وخلق شباب واعي ومتحمس للثورة ولأهدافها النبيلة. بتقولي ايه؟ اتجوز؟ وما تتجوزيش ليه؟ وحشة ولا باير؟ ايه حد جه خطبني منك النهاردة؟ زي ما تقولي كده. زي ما اقول؟ ايوة يا نظر، في حد. ومين عريس الغفلة ده بقى ان شاء الله؟ طب قومي كده اقعدي على حالك واستعذي بالله وبطلي الشعلانة اللي انت فيها دي واسمعيني. اديني قعدت. مين بقى العريس ده؟ اوراني. ورا ايه؟ بتضحكي على ايه يا بيت؟ هي دي حاجه تضحك؟ معاكي حق والله، دي ما تضحكش، دي تبكي. حاضر. حرقه بصوت الحيانه اهو. يا لهوي كاتبه لما تكتمك هتودينا في داهيه. اعملك ايه بس ياما؟ بقى انا بقول لك الباشا ابو الملايين اللي رجل بره ورجل جوه خلاص. تقولي لي اتجوز اوراني؟ فهمت. هي مفيش غيرها الحربايه الكبيره. يا مصيبتي اكتمي يا بنتي، لو ليا بره تسمعك يبقى ده اخر يوم في عمرنا. مش هي اللي جاتلك وباخد سمها في ودانك ورعبتك؟ خلاص عرفت ان انا قربت ابقى هانم وازلها وتبقى راسي براسها. تزل مين يا بنت؟ يا بنت فوقي، الناس دول انت ما تعرفهمش. والله انت ياما اللي ما تعرفهمش، دول خلاص ما بقوش يقدروا يأذوا نمله، خلاص زمانهم ده راح وانقضى. الهي لا يرجعوا. الهي ربنا يهديكي. اقعدي يا حلو. ما تقعدي يا بت. اسمعيني، انا هحكي لك حكايه وبعدين يا اختي ابقي اعملي اللي انت عايزاه. انا كان ليا بنت خاله اسمها صبريه عنتر، هي وجوزها كانوا بيشتغلوا هنا في الغيط. اسمعي كويس كده وطرطقي ودانك وبعدين ابقي اتحنجلي على كيفك. عاوز تثبت لنفسك ايه؟ انك غني؟ ما احنا عارفين يا اخويا انك غني ومعاك فلوس، عمرها ما كب الفقر والغنى. واثبت لمين؟ لصفيه. صفيه؟ ما انت عاوز تكوش على كله. يا ترى ممكن تكون الناس كلها متصوره اللي متصوره فريد ده؟ طبعا، ما هي ما تتفسرش غير كده. ازاي بس يا عادل ما انتبهتش لحاجه زي دي؟ بس ده مش صح ولا خطر لي على بال. هي ليه الناس ما بتفترضش حسن النيه؟ لا، ما الناس معذوره برضو، لان الناس ملهاش غير الظاهر. طب عمي عصمت وصفية ليه فكروا في كده؟ ياه، دي تبقى مشكلة فعلا. خسارة، ألف خسارة. أنا حبيتهم فعلا، حبيتهم بجد. سعادة بيه، حضرتك هتتعشى هنا ولا نازل؟
ايه يا ورد؟ في حاجة سعادتك لا سمح الله؟ هيكون في ايه يعني؟ طب انا كنت بسأل سعادتك، يعني هتتعشى هنا ولا نازل؟ انا لا هتعشى ولا نازل. وادي حكاية صبرية يا تفاحة. طب هي فين خالتي صبرية دي دلوقتي؟ العلم عند ربي يا بنتي. تفاحة، الناس دول اجرامهم ملهوش حدود، واذيتهم صعيبة، ولدغتهم والقبر، واحنا لو رحنا ولا جينا شغيلة ومناش ظهر. وعقلك يوزك ويقولك خلاص زمانهم راح ولا ابدا يا بنتي. دول بس يمكن كنين اليومين دول لانهم زي التعابين بيلبدوا لحد ما يلدغوا. طب ما انت بتقول اهو اليومين دول ان هم كانوا شوية يعني مش هيقدروا يعملوا حاجة. وهم لو عايزين يعملوا حاجة هيعملوها كده عين عينك ويسيبوا وراهم قطر؟ بقولك ايه، انا اكبر منك واعرف عنك، والشر بره وبعيد. ما تخوفنيش عليك يا بنتي وتقهريني في اخر ايامي. ياما انا فحم الراس الكبيرة بتاعتهم. الراس الكبيرة دي مش هتقف قصادهم مهما تكوني عنده، وساعة اللزوم مش هنلاقيه. وبعدين مش ده الراس الكبيرة اللي بقولك عليها، الراس الكبيرة اللي يتخاف منها التعبان الكبير اللي لسه بصحته. العمدة راضي؟ هو فيه غيره؟ طب ده حتى بيبقى زي الأرنب قدام الباشا. ما هم الشعروية كده بيوقروا كبيرهم. بس ده تعبان ومش هيسيب بنت أخوه مجدية. اعقلي كلامي، لحد ما ربنا يهديكي اوعى تجيبي سيرة للباشا باللي حصل، والله هتطربق الدنيا على دماغ الكل. عشان خاطر يا بنتي، لو كان لي عندك خاطر، الست المجدية شددت عليا وانا شفت الشر في عينيها وهي بتتكلم. خلاص يا تفاحة؟ خلاص ايه؟ اتجوز قرني؟ بلاش، بس اقل انطاطي لحد الرحمة تعدى يا بنتي. القهوة يا فندم. لا لا يا روتيجي لي. ايه ده يا بابا؟ هو حضرتك نزل؟ ايوه انا نزل. هو بابا مال؟ ما عرفش، زي ما حضرتك شايفة كده. انا اسف، انا جيت فجأة كده من غير ما ادي لك خبر الاول. مهم اللي انت جيت. يعني انت كنت مستنياني؟ انت شايف ايه؟ طيب دلوقتي انا عايز اعرف وبالتفصيل السبب. ما تستعجلش، كل اللي انت عايز تعرفه هتعرف. بصراحة؟ بوضوح؟ مش كله. مش كله ليه بقى؟ لان في حاجات ما ينفعش انها تتقال، وبتبقى اجمل لما ما بتتقالش، مش كده؟ فعلا عندك حق، خصوصا ان انت من الناس القليلين جدا اللي بيفهموا بلغة العيون دي. لا لا لا، ما تبصليش كده من فضلك. ليه بقى؟ عشان ما تستغلش قدرتك على فهم لغة العيون دي وتفتش جواي. الله، وانتي في ايه جواكي خايفة افتش ولا ايه يعني؟ يو حاجات كتير. عارفة انتي اغرب واحدة انا شفتها في حياتي. اعتبر ده مدح ولا ذم؟ ذم ايه؟ لا لا لا، وانا عشان اطمنك على الاخر ورايح بالك، انتي كمان أجمل إنسانة أنا شفتها في حياتي. مرسي، كومبليمان رائعة فعلا. دي مش كومبليمان، بالعكس دي حقيقة. برضو مرسي. تلج ولا سودا؟ إيه ده؟ أنت إزاي عرفتي إن أنا بشرب؟ هو أنت بس اللي بتفهم بلغة العيون ولا إيه؟ طيب أنت ليه ما جيتيش في الميعاد اللي أنا حددته؟ قصدك اللي حدده السكرتير بتاعك؟ يعني هو ده السبب بقى، ان السكرتير هو اللي حدد لك الميعاد مش انا اللي كلمتك بنفسي. ده السبب التاني. تاني؟ طب والاولاني؟ القعدة الرومانسية كتير على بعض. على بعض. مين؟ على مصطفى ست سناية. مصطفى، وقفت قلبي، الهي ما توعد. انا لو ما وعدتش انت هتتسوحي. طب ادخل ادخل بقى كده يا مصطفى، كده تعمل فيا كده.
عملت فيك ايه؟ تسهرني الانصاص الليالي والفكر يودي بيها ويجيب وقول يا طري هل طرى؟ انت بس اللي قلبك خفيف، والفلوس يعني هيجرى لها ايه؟ ولا انت لسه مش واثقه فيا؟ يعني الحمد لله يا ولا. الف حمد وشكر. امال اتاخرت كده ليه؟ يعني عايز انا اجيلك وكل الناس صاحيه عشان كل واحد بقى يسال فيه ايه وعشان ايه؟ ده عشان عيتك يا سونس. معاك حق، قول يا وادي وفرحني. كل خير. طيب عملت ايه؟ طب اخد نفسي حتى الاول. ما تقول يا واد ما تغلبنيش. اول هام راس مالك اهو تمام، بعد كده بقى ده حقي اللي اتفقنا عليه قدام ربنا، ها، وده بقى مكسبك. ودول كام؟ 160 جنيه. ها؟ مالك تنحت كده ليه؟ 160 جنيه في يوم واحد؟ امال في السنه؟ مش قلتلك جالك كلامي؟ الف حمد وشكر ليك يا رب. لا معلش، الوصل الاول. اه حاضر، الوصل الاول اهو. انت اللي شرطه عداك العيب. طيب بالاذن انا بقى. استنى يا واد استنى. ايه استنى ايه تاني؟ مش تحكي لي؟ احكي لك ايه؟ هي حكايه يعني. جت الحكايه دي ازاي؟ يعني جت ازاي؟ تكون ولدت هي زي ما تكون كده بالظبط. ست سنية احنا اشترينا الاخضر وبعناه وحجزنا الفرق لينا مش كام يعني. بالاذن انا بقى اعد عليك بكره ان شاء الله اخد راس مال الجديد اللي هنشتغل بيه. السلام عليكم. سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه يا ابني انت جاي ظابطها ومنشل على ايه؟ اما قدامك ده لو تعرف حماتك بتحبك قد ايه. تعالى يا ابني اتفضل، كلك لقمه معانا. بسم الله. لا ما متشكر خلاص ابويا الصني يعني سبقتك. راجل سبقتنا ايه؟ ده انت عينك قاعده في وسط الاكل. حد برضه يرفض عزومه خلص ابويا؟ يلا جدع عشان ما تبقاش وعيتك سودة. يمكن اكلنا ما يعجبوش يا حسين. لا لا ازاي، اعوذ بالله يا خاله ليه تقولي كده بس يعني. طب ما تقعد يا اخويا بدل القلاطه دي. قلاطه؟ هو الجوع فيه قلاطه؟ شحال لو ما كانش سبقنا ده كان هياكلنا يا خاله ولا ايه؟ يا عيل انا يا حسيني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا صفيه، تعالي يا حبيبتي اقعدي كلي معايا. تعالي يا صفيه كلي لك لقمه. بسم الله يا حبيبتي. عن اذنك يا خاله. استنى يا حسين اكمل اكل. مش عارف اكمل اكل. الله يا خاله. حسين اللي انت عملت كده ليه؟ حرقتها كده؟ حرقت ايه؟ صفيه وكمان فركشت القعده وما خلتنيش اتحن على اللقمه وانا ما صدقت. خلاص يا فريد روح كمل اكلك. كمل اكل ايه بقى؟ ما انت قلبتها لي دراما. حصل حاجه بينك وبينها؟ ايه اللي هيكون حصل؟ لا ما حصلش حاجه. عليا انا يا استاذ حسيني؟ قول لي بس ايه اللي حصل. ما قلت لك يا فريد بطل الفضول بتاعك ده بقى. وانا 100 مره اقول لك يا حسيني انا ما احبش ابقى عامل زي الاطرش في الزف. بقول لك يا فريد تحب اسيب لك الاوضه واخرج؟ لا يا عم على ايه، خلاص دي لازم الزعله كبيره قوي. اللهم طولك يا روح. خلاص خلاص يا حسين انا فهمت، هي اديتك صابونه عشان خاطر ابن الشعراوي. بقول لك ايه يا فريد، كلمه واحده في الموضوع ده تاني مش هيحصل لك كويس. حاضر يا حسين، ولو ان الموضوع يعني شيء متوقع. يا بنتي يا حبيبتي هو عنده حق، وهو شايف كل ليله عادل ابن الباشا خارج داخل عندكم. هو انا ذنب ايه في الموضوع ده بس يا خاله صبريه؟ لا ذنبك بقى يا صفيه وما تزعليش منها، احنا كل ليله بنسمعك وانتي بتغني وبتهيصوا كمان. لا نهيص لا، انما نغني. اه المغنى ده مش جديد علينا، طول عمره بابا بيحب المغنى قوي وما يقدرش يبطله، وانتوا عارفين كده كويس حتى قبل عادل الشعراوي ده. ايوه في دي عندك حق، وده سبب المصايب كلها. مصايب ايه بس يا خاله صبريه؟ اهو بقى. والله العظيم يا خاله صبريه عادل الشعراوي ده ما بيرفعش عينه فيا ولا لي اي غرض ولا في باله اي حاجه. ايش عرفك انت؟ هي الواحده مش بتحس يا هدى؟ وبعدين انتوا عارفيني كويس، حتى الحسين نفسه عارفني كويس قوي. بقول لك ايه، موضوعكم ده لازم يخلص باي شكل. يخلص باي شكل ازاي يعني؟ انا مش عارفني بقى يا ماما، بس الموضوع كده كله على بعضه مش معقول. اتنين بيحبوا بعض ومناسبين لبعض، والحسيني كمان جاهز، اللي عارف بقى. اسكتي اسكتي، انت مالكيش دعوه، واحنا مش ناقصين. يا ضنايا يا بنتي
كفاياك يا حبيبتي كفاياك، وان شاء الله ربنا يهدي العاصي. قادر يا كريم. وكنتوا سهرانين هنا لوحدكم في البيت؟ ايه السؤال ده يا طاهر؟ ايه ما اسالش؟ ما انت سالت السؤال ده وقلت لك اه، فلما السؤال ده يتكرر يبقى معناه مش ظريف. مش ظريف ليه؟ اولا لانك عارفني كويس وعارف اخلاقي، ثانيا انت عارف انت من الاول انا خططت لايه، والخطه نجحت واتنفذت بحذافيرها. الخطه يا نورما ان انت كنت تعرفيه بس وتخليه يحدد لك ميعاد في المكتب بتاعه، مش سهره خاصه هنا لوحدكم في البيت. احنا لو قعدنا نجري وراهم في المكاتب مش هناخد حاجه واحده من حقنا. حقنا هناخده بالطريقه دي. طريقه ايه؟ الصله الشخصيه. والصله الشخصيه دي هتوصل لحد فين؟ طاهر ده تلميح سخيف انا ما اسمحلكش بيه. لا جلال عارف ولا 100 واحد زيه ممكن يغوني ولا يخلوني اتنازل عن ذره واحده من اخلاقي. انا ما قلتش ان هو يقدر يغويكي او يخليك تتنازلي عن ذره واحده من مبادئك او اخلاقك بمزاجك. امال ايه؟ جلال عارف ده يملك القوه والسلطه، يعني ممكن يرغمك. بالعكس بقى، القوه والسلطه اللي انت بتقول عليهم دول هم اللي هيخلوه يبقى اضعف مني. اضعف منك؟ طبعا. تعال نحسبها. لو فرضنا مثلا ان دي معركه مش ظاهره بيني وبينه، هو سلاحه ايه وانا سلاحي ايه؟ هو سلاحه المكاسب اللي يملكها واللي اديت له القوه اللي انت بتقول عليها والسلطه ده، بس هو عارف ان ممكن يخسر ده في اي لحظه من اللحظات لو غلط غلطه واحده. انما انا سلاحي بقى هو امله فيا انا بكل مواصفاتي، ومهمتي النزرع جواه حلم انه يملكني في يوم من الايام. وطبعا كل ما اكبر عنده الحلم ده كل ما بقى خطيت خطوه في طريق السيطره عليه، وده لو حصل حملك القوى والنفوذ اللي مخوفينك دول. والتور تلملم رماد الحلم و...